عسكر نصاب ابواب الوقت عسكر نصاب يا جدعان. السلام عليكم وبداية فلوج جديد ضرب نار زي ما انتم شايفين وحود ان فيه هنا كميات ام ان امز بالعبط زي ما انتم شايفين شويه ام ان امز اصلا وشويه ام ان امز في واحد هنا اهو كده على مصر كده حبيبي شكرا على مصر معانا ورا الكاميرا ناصر معجزه هو الاستجابة اللي كانت واقعه احلى معجزه المفروض ان زي ما انتم شايفين المفروض ان كل دي كميات ام ان امز المفروض ان احنا مين نعمل فيها تحدي معانا النهارده في التحدي يا احمد علي حبيبي بيسرح عندي ثلاثه والله احمد علي قال حبيبي حبيبي يا عم يا عم يا عم ومعانا سبتازر حد احمد شاور يطلع اخواتنا وحبايبنا لا فايت بقى احمد شاور حبيبي يا حبيبي ومعانا عسكر عسكري ده حبيبي 90 حبيبي في بعض المفروض ان احنا النهارده ناويين نعمل حته دي تحدي ضرب النار معانا طبعا سيكا ده اهم واحد في العيله النهارده زي ما انتم شايفين طبعا ده طبعا الاماريه بتاعتنا دي اللي اسمه دي سيادنا حبايبنا غيرت كلمتك خليتها سيادنا احمد علي افتح احمد شاور غير كلمته خلاص انا اقول حبيبي حبيبي غيرت الكلمه بقت سيادنا حبيبي حبيبي سيادنا حبايبنا لماذا لماذا سيمبا سيمبا اهو سيمبا العسليه بتاعنا يا جدعان ده اهم واحد في الشقه حرفيا ده اهم من سيكا ذات نفسه ده سيمبا المفروض ان احنا هنعمل تحدي بالام ان امز اللي انتوا شفتوه بره هقول لكم دلوقتي ايه التحدي يلا بينا يلا بينا عشان نروح على التحدي فكوا لنا احمد علي بقى خلاص سيبكم منه يلا بينا عشان نعمل التحدي سيادنا يلا بينا يلا بينا يا جدعان هنروح نعمل التحدي من غير احمد علي جايبين ام ان امز ازاي دي يلا كلنا عشان ناكل الام ان امز بعيدا عن احمد علي دلوقتي يا جدعان المفروض ان فكره التحدي زي ما انتم شايفين ام ان امز والمفروض ان احنا هنطلع خمس اطباق هنا كده 2 3 4 5 اطباق اللي هم نفس عدد خمس الالوان بتوع الام ان امز والمفروض ان كل واحد في التحدي له اربعه ام ان امز المفروض ان هم هيتفتحوا قدامه هنا كده احنا نعمل كل حاجه بالتمثيل المفروض ان التحدي هيكون على 7000 جنيه وايه بقى التحدي لحد دلوقتي ما قلناش ايه لسه هو ايه التحدي التحدي هو عباره عن واحد هيحط ايده ورا ظهره ويجمع كل لون طبق المفروض هم 8 الوان وانا اللي عامل فيها بقى شبح وكاني باكل ام ان امز على طول وعارف الوانها شبح المفروض ان هو اسرع واحد هيجمع الاربع اكياس في طبق كده المفروض هو باصص بقى مش هو باصص هو ايد واحده ايد واحده كده 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 اسرع واحد ياخد 7 طوال عايز افتح كلها يا جماعه وقت واحد ولا انت هتقعد بعد كده يوسف هيقعد بعد كده احمد شاور هيقعد بعد كده هو ستوبوتش صح ستوبوتش واقل وقت هو اللي يكسب 7000 جنيه واحد معانا مين في التحدي احمد علينو لا يعني ينفع نفس كلمة عسكر الأرض؟ لا لا كلمة الحق ثلاثة لا ولا لا؟ معانا اللي موافق أحمد علي يرفع إيده لفوق طب اللي موافق إن مثلا يوسف طازة يرفع إيده لفوق اللي موافق أحمد شاور يرفع إيده لفوق اللي موافق عسكر عسكرينه يرفع فوق اللي موافق شاور شاورينه يرفع فوق اللي موافق ناصر نصر ولا أي حاجة كله بيموت فيه أحمد شاور كله بيموت يا جدعان فعلوا هاشتاج أحمد علي النصاب عشان خاطر يا عم ماشي أحمد علي الصبيع ايه يا عم ماشي يا عم كل مره بيظلموني يا جدعان مش عارف انا حاسس ان هم بيحبوني قوي ستوب واتش دلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا نشغل ستوب واتش جاهز احمد علي 1 جنيه 2 لو كسبت 2 جنيه هشجعك ماشي احمد علي يلا سجل كده يا جدعان احمد علي داخل في الدقيقتين يا رب دقيقتين وداك راح دقيقتين ونص احمد علي دقيقتين ونص دقيقتين و25 ثانية احمد علي الله ينور الله ينور يلا احمد علي اللي بعده يوسف طازة جاهز يا يوسف جاهز يا سلام واحد اثنين ثلاثة يلا ارضى ريكا ايد واحدة يلا بني واحمر وكل الالوان تقريبا فاضله يلا دقيقه و30 كده دقيقه ونص
اقدر. مع بعض نقدر يا طازه، مع بعض نقدر. الله يوسف دلوقتي بيجمع الازرق، يوسف بيجمع الازرق. ها ها ازرق. ها ها دقيقة و50 ثانية داخل على الدقيقتين الولد يوسف ده، ولد لعيب. دقيقة و55 56 58 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
والله غصب عني. ده عمل كده. انت عارف ده مش ده كده. عارف افتكرت ايه؟ افتكرت ان كل الاحمر هنا. وانا افتكرت برضه. ماشي بيه. الان كل اللي شايف ان يوسف طاصة نصب يرفع ايده. والله يا عم انا ما نصبت. يا مصر عامل دور بيجيبه. انا كل اللي بعمله ده كل دول. زود زود على وقته. 20 سنه ليه يا عم صوت كده صح اه والله يعني لما تكون عمر انت قلت انا عمر بعملها هو كان ممكن اصوب الفكره في حاجه لو استخدم ايده في حاجه ما تضرش يعني لو كنا استخدم ايد واحده ما كانتش هتفرق من ايدي قسما بالله والله انما ممكن واحد يعمل عندي كده حمراء وكده صفراء وكده خضراء يا هو ما نصبش كده اديله 16 ثانيه لان ده نصب لازم نزود عليه حاجه بص 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 انت عشان الصوت جاهز عسكرينه يلا 3 2 1 يلا خلاص شيت حاجه ايوه ليش يا جدعان احنا شايف ان هم عاملين ايه احنا بنروح بنروح على ايده ينفع ايه يا جدعان يا جدعان اللي شايف ان عمر شارك كسبان يكتب تحت في الكومنتات منكم يا جدعان واللي شايف عمر شارك كسبان من اللي واقفين يرفع ايده فوق يا جدعان بصوا يا جدعان دلوقتي انا ده نص واحد اثنين يا جدعان بس انا عايز افهم بس حاجه قبل ما اعرف مين اللي راضيني فيكم واحد اثنين مين اللي راضيني حد مش هتبص اصلا مش عايز عمر شارك اهم حاجه حط واحد اهم حاجه انا الوحيد يا جدعان اللي كنت بشجع كله وبسقف لكل
كله متحمس لكله يجي في دوري ويتنسب ليه وما عادش كل سنه يا جدعان من اجل الروح الرياضيه عمر شوقي والعز زول زول مين يا زلمه احمد طول يا جدعان في ايه يا حشاني يا عم يا اهم حاجه المال الحلال رجع لاصحابه يا جدعان اهم حاجه احنا استفدنا منها طبعا طلعت في اي حته يا جدعان الفلوس رجعت وكده يا جدعان نكون وصلنا لغايه الفيديو ده لو انتم مش متابعين في القناه انتبهوا لناش معانا في اليوتيوب عيله الشورجيه واشتروا افجر كمامه في المجره عشان قدر الفيروسات وانتظروا التيشيرتات نص كم جايه تيشيرتات جامده ضرب نار حوشوا فلوس عشان تجهزوا عشان تجيبوا اداش مال التيشيرتات في المجره اللي هتنزل قريب بجميع الالوان دي جاب كل الفلوج الجاي سلام